إخوتي وأخواتي الكرام، أسعد الله جميع أوقاتكم. معكم عبود، ولنبدأ حلقتنا من هنا من أرض الشمال. إخوان، اليوم 95 على الحرب، يعني ضل لي خمس شو أنا إيش دخلني؟ ضل لنا خمس أيام بس عندنا 400، بنختم 400. المهم إلنا يمكن 60 يوم مش شايفين المساعدات. والله المية اللي بنشربها وسخة، متنا. أحكي لك بلدية مش بلدية، وسخة، بس مجبورين نشربها، وين عيانين منها. كل الشعب عيان، صارت المستشفى فيها مرضى أكثر من الدور. هذا أولا، هذا من المية. ثانيا من الأكل برضه، يعني أنا طلعت لي شجرة فول في بطني، متنا من المعلبات. ثالثا سطحونا، رموا علينا، يعني بدك إيانا نشرب مية من الأرض؟ طب من الأرض رموا عليها فسفور أبيض، رموا عليها جميع أنواع الصواريخ والقذائف، قتلونا بيشربونا من المية. طب ما احنا متنا من المية، والله متنا. ومع استمرار الحرب متبقيين في شمالنا.